عشرة عبيد صغار الليلة عشرة إلى ربع على الام تي في. ليك شو مهضومين هول؟ هيدي فليب فلوب سمر كوكيز لشارل عزار، رح نحضرهم سوا بالكوكينج بعد هالبريك. شارل عزار بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ الحمد لله. انتو كثير مهضومين الفليب فلوب كوكيز. شفتوا مهضومين؟ هدول هول سامر كوكيز. فيري نايس. وحبيت انه حشوة تمر، يعني قليل نحن عم ندخل تمر صح بالحلويات، الا بس بالحلويات العربية. مزبوط، قلت انا بتعطي انرجي على البحر، بتعرفي انه فكره وتس هيلثير اوبشن. هيلثير انه بدل ما كل مره شوكولا صح او كونفيتور كريم وكذا، انا بنعملها شوي على تمر طيب. سو هي البسكوي سابلي او غير شيء؟ سابلي. اوكي، روسات سابلي. مشان هيك انا بالروسات اللي حطيناها ما حطيت روسات السابلي لانه صرنا اوريدي عاملينها كثير. صح، حاطط بس الحشوه التمر، حاطط تمر مطحون. هلا بيقدروا عنده الاشخاص ببيتهم اذا بيقدروا يجيبوا التمر الحب وهن يشيلوا البزر وهن يطحنون، اكيد اطيب واطيب. اوكي، ومع كريم وزبده وموارد. اوكي، موارد نايس، بتعطيها طعمه طيبه وفريشر كمان. حلو، هولي بدهم ينطبخوا على السخن؟ هولي بنطبخهم على السخن، بنسقعهم، من بعد ما نسقعهم بصير عنا اياها بات، بتصير شوي مثل سبريد. سو بصير فينا ندهنها على البسكويت. اوكي، او بالكيس بنقدر نعملها بايبينج بالبايبينج باد، وبنحطها اونتر دو بسكويت بنعملهم مثل كانه ساندويش. اورايت، طيب نحن رح نعمل حشوة لكينا. فينا نعمل الموديل اللي بدنا اياه، انا اخترت هذا الموديل لانه سمر تعيم وحلو على البحر. بتنقص على الايد الفلفل؟ بتنقص على الايد. هلا رح فرجي كيف للمشاهدين. عظيم. اوكي، هلا رح احط اول شيء رح احط الكريم. احط الكريم على النار. ننطرها لتسخن شوي صغيره. لكن السابلي بدها تنقص ايه بالفورم اللي بدنا اياه. ايه مزبوط. وبعدين تنخبز. مزبوط. هلا انا جايب الفورم معي، انا قطعتها انا على قطعه كرتون. اوكي، عاديه على شكل الفليب فلوب. وهلا بعمل عامل فردتين او فرده واحده؟ فرده واحده. اوكي، رح ننزل هلا البات. حلو، بنحركها شوي شوي. هلا هون شوي شوي بتطرى التمره بترى وبينخلط بالكريم. بينخلط بالكريم. بدي اذكر هون مشاهدينا اللي حابين يتفضلوا لعنا هون محل ما انا واقفه، يطبخوا معنا. عم نقدم لكم فرصه انه تحطوا اسمكم والرسات اللي حابين تحضروها معنا، ان كان انا او ستيفانين، كل نهار سبت. ففيكم تفوتوا على صفحه الفيسبوك بيج، تحطوا اسمكم، الوصفه، هالوصفه فيها تكون يمكن انتم مخترعينها او يمكن بتعني لكم بطريقه ما، فحطوا كل التفاصيل عن هالرسات وفيكم تشاركونا بالكوكينج نهار السبت. عشان بتفتش هل؟ بدي اجرب هلا بهالوقت لحتى هون تطرى العجينه. رح اجرب بهالوقت انا بلش اقطع العجين اللي انا عامله من قبل. اوكي، اوكي، رح احطهم هون على صحن، اشتغل على هذا الصحن. هي بتعذب شوي صغيره بالاول. ايه بس تطرى. مزبوط. هون في عنا العجينة، حيالة اللون اللي بدنا اياه. بنجيب الفورم الكرتون بنحطها. هي شو العجينة؟ هي عجينة ديكور، انا سبق وعملتها قبل بمرة على الهواء. سكري يعني؟ ايه سكري، فات سكري. اوكي، بنجيب رولو صغير بيكون كانولي او بيسوى يكون سادة. اوكي، في يكون تبع البيتزا يعني؟ ايه تبع البيتزا، من مرقة داير من دار. اها،
هلا كمان بداية شهر رمضان شال هالروسات حلوة يعني دخلها تمر صح الواحد ممكن يعملهم ويخدهم ك أكيد كهدية إذا رايحين على إفطار أو سحور صح مزبوط هلا هون صار عنا إياها هلا طريت حشوة لحط هلا الزبدة فيك تشيليها على النار إذا بديك لأنه خلص ما ربطنا لأنه سخنت أكيد سخنت هلا إذا بعد بدها شوي صغيرة لندوب الزبدة هي زبدة بوماد بدها بتدوب طرية دجا بدك تشيل هولة؟ لا خلص هولة حطينا الموارد كمان اوكي هون اذا منشوف صار عندنا الفار نفس الشيء للباتسابلي بنعملها من بعد ما نخبز نحن الباتسابلي بنشيل الباتسابلي ونسقعها اكيد نفس القياس هون لا شكل؟ لا هي هيدا اصغر من الباتسابلي اصغر شوي الباتسابلي اكبر شوي اوكي اكبر بشي نص سنتي مثل ما يلي يعني داير من داره بتكون اكبر نص سنتي اوكي فيطلع عندنا هذا الاسبي ايه احلى تكون اصغر شوي عرفتي كيف؟ هيك بتبين شو قياسها هيدا؟ سنتويت؟ لا هيدا اصغر هيدا هيدا فانسيس كثير مهضومه فيري كيوت بعد ما تنحشى بدها تتبرد او خلص بتجمد الحشوه لا انه بنشوفها هون لقطه هي لقطه ايه بس انه ما يعني ما بتضلها طريه طريه انه عادي بتكون بتكون بوماد يعني مثل هيك هي هون محطوطة بالكيس اوكي بتضلها طرية اوكي هلا عملنا هيدي الفار هلا فينا نحن نعمل ديكور نجيب مقاطع على شكل وردة على شكل نجمة اللي بدنا اياه نحن اوكي منقطع عجينة تانية ومندخلها بقلب العجينة الأولانية يعني هون مثلا انا حاطط اصفر مع الفيولي شفتي اكيد بيلبقوا مع بعضهم ايه بيلبقوا مع بعضهم وفينا نعطي موتيف كمان نجيب الفورم المقطع الوردي وبس نعلمها نطبعها تطبيع ايه خلص هون اذا بدك خلص That's it ايه عظيمة اوكي هيدي هاي العجين هيدي الحشوة صارت جاهزة شفت كيف صارت؟ صارت انه سبريد بتحسيها هون بدنا نبردها قبل ما نحشي؟ ايه احسن اوكي هلا انا رح تكون لقطة اكثر ايه رح نقلها على صحن لتسقع دغري بنحطها بالبراد اوكي نحن عم نفرجي شوي المشاهدين كيف هيك بتجمد اوكي هيك بتسقع دغري اوكي حطها بالبراد اوكي هلا هلا هون كنا عم نشرح بس للمشاهدين كيف فيهم يشتغلوا هلا هون عنا اياها من بعد ما قطعناها بنجيب السابلي يلي نحن اوريدي طبخينا خبزينا بنبرمها على الميلت الثاني مطرح ما بتلاقيها بتكون بخرمش شوي ايه وبلا اكثر لحتى okay. كمان تلزق فينا نحط نقطه كريم هون لتلزق فينا نتركها هي لوحدها بتلزق اوكي حتى هيك حلوة صار عنا هلا صار عنا القطعة جاهزة nice. هلا بدنا نجيب الشقفة الثانية لحتى okay. نعمل نحن بسكوي محشية تكون هون رح افرجيهم اياها مزينة مع الورد اوكي بنحط كريم بقى اكيد ما بنسميك كثير كثير ما بنسميك لانه مش حلو واحد يكون عم ياكل بسكويت يصير الكريم اكثر من البسكويت اوكي يعني يكون في اكيليبر يكون في اكيليبر اوكي بنحطها بنكبسها كثير حلو انه تبين عن الطرف بس ما تبق كثير تبين بهالطريقه هيك مين هالوردات شايف شو حلوين سو هون انت طبعت الورده بعدين لونتها نو قطعت الوردة لون أخضر وحطيتها فوقها وحطيتها فوقها أوكي يعني شلت محلها للوردة ايه؟ عملت مثل مال في مال شلت الشقف اللي موجودة وسقطت محلها هذيك الخضرة اوكي صار عنا هلا فردة تانية very cute بعد ناقص بعد ناقص
هيدي الفوقانيه شو من اي لون اوليك انا مقطعهم شو بنحط انا مقطع الوان وفينا ننقي من هون بننقي اصفر نقص لها اصفر اصفر بيطلع حلو يلا رح ناخذ وقفه شعر اوكي ومنكفي الفليب فلوبس رجعنا على الفليب فلوبس يعني شعر بكل دقيقة عم بيركب ال البوندوليه على الفاشن ديزاين كثير مهضومين كثير مهضومين شعر اكيد رح ندوق هلا نضيف كاتيا اي فرده بتحبي الشمال أول الشمال او الشمال اليمين مش معهم كلهم شمال كلهم شمال ليش هيدا دفو وين مصنعين هون شعر صنع في لبنان صنع في لبنان بالام تي في كثير مهضومين بدي اذكر المشاهدين خلال شهر رمضان نحن عم نطلب منكم انه تبعتوا لنا احلى صوره لمائدة الافطار او السحور ان كان انتم محضرين او معزومين بس على شرط انتم تكونوا بالصوره تعملوا بوستنج لهالصوره على صفحه مين انتم يعني اللي طبخ لا صاحب الصوره يلي هو في يكون طابخ معزوم يلي اخذ المبادره انه يشترك بهالمسابقه يكون بالصوره تعملوا له بوستنج على الفيسبوك بيج تبع ام تي في الايف ونحن يوميا رح ننقي احلى صوره ونقدم جوائز خلال كل شهر ففيكم تبلشوا من افطار بكره المساء على الاقل كثير حلوين كثير كثير حلوين يلا شو فريش وشو هالالوان عن جد انه فليب فلوب بس صيفيه صيفيه شان فيري نايس رح نضرب هيك طيبين معنا بتحب التمر كاتيا؟ ايه طب انه ما كثير بندخل تمر بحلويات ايه الا الحلو العربي حلو العربي بس انه هون صابلين بطلت عربي ايه شو اذا فيري نايس بدكم تبلشوا هلا تيستينج يلا انا رح اكيد التوب بنشيله شال مش هيك؟ ايه فيكم اذا بدكم بدكم اياها بلا توب في عندي لا انا في نشيلها هيك بس هي يمكن صعب شوي ملزقة اها ايه انا بدوق بلا توب لشوف نحن هلا بدنا الطعمه خليهم ديكوري يامي بس انا كنت بدي واحده يمين فيك تاكليها يمين اذا برمتيها لا برمتيها هيك بتزبط سيبهم طيب الحشوة بعدين منا حلوة ايه منا حلوة منا حلوة التمر هو دخله سكر دخله هو التمر هو حلو لانه واتكلت انه على بس السكر تبع التمر يعني تكون بس ليه بقى التمر على الصابلي ايه كثير مهضومة الفكرة اكيد بعدين منه قوي التمر مثل ما بنلاقيه بقلب المعمول مثلا هذا مش حيالله صابلي كمان ايه هذا لانه في بقلبه عماط في بقلبه لوز سو مشان هيك بيفد كثير كثير طيب Very nice idea. وحلو كمان انه نعود الاولاد على اشياء غير الشوكولا ك كحشبه كوكيز مضبوط مثل ما قلنا هي ك هيلثي احسن من انه ياخذوها على مربى او على شوكولا عم نغير كمان بنفس الوقت مضبوط تتربوا وشكله مهضوم يعني هيك اذا عاملين نجات مثل ما انت عامل كثير مهضومين وهلا بيقدروا كمان المشاهدين بيقدروا يحطوا الاعلام البلد عشان الفوتبول بيقدروا يستعملوا الايد بيقدروا يحطوا يعملوا على شكل عالم مظبوط هلا انه فتره فوتبول تفنن بالاشكال ميرسي شان نحن بنلاقيك السبت الجاي بوصفه رمضانيه الله راد رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي الايف